بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام أينما كنتم، نجدد بكم اللقاء والترحيب من جديد من هنا من على أرضية ميدان التحدي في انطلاقة وتحديات شوطنا الخامس عشر الخاص بسن الابكار الحقايق من مسافة 4 كيلومترات. جائزة هذا الشوط جائزة نقدية قيمة تنتظر أحد الفائزين في هذه الانطلاقة وفي هذا التحدي الكبير الذي يدور رحاه على أرضية ميدان التحدي. أبدأ بداية مع مقدمة الأسماء لكي يتابع نقوة محمد بن بخيت الجربوعي المري مقدما لنا انطلاقتي وتحدياتي نقوة على المركز الأول. المركز الثاني يتابع القدوم والوصول من قبل هذا الشعار يتحرك وينطلق على المركز الثاني. يا سلام، هنا شعار بن خيرات يقدم لنا غاية. رغش بن حمد بن خيرات بالدوده العامري مقدما لنا هذه الانطلاقة. بينما الدخول والانطلاق في هذه اللحظات من خيال من تصل بخيالها الواسع. صالح بن جابر بن صالح العامري مقدم لنا خيال على المركز الثالث. تسللت إلى المركز الثاني. المركز الرابع أتابع الحضور وأتابع الانطلاقة من قبل لمحة فهيد بن محمد بن فهيد الفهيدة المري يدفع لنا بلمحة على المركز الرابع. خامسا أراقب وأتابع الأسماء الواصلة الأسماء الحاضرة. فهد بن عميران بن بجاش الفهيدة المري العودة. وين يا بن خيرات؟ العودة إلى مقدمة الشوط إلى غاية العامري. غايته الانتصار وتحقيق هذا الناموس من صالح. غاية وشعار غاية. هنا يتقدم وينطلق رغش بن حمد بن خيرات بالدودة العامري. المركز الثاني الوصول والانطلاق من فذة. فهد بن عميران بن بجاش الفهيدة المري يقدم لنا فذة. وكذلك الحضور من الجانب الآخر القادمة والواصلة في هذه اللحظات تتحرك وتنطلق في هذه الانطلاقة. ساس محمد بن مسعود بن بطحان المري. ولكن وين الأمتار الأخيرة؟ وين فذة الكيلو الكبير. فهد بن عميران بن بجاش الفهيدة والقادمة والواصلة في هذه اللحظات. الحضور من ساس محمد بن مسعود وكذلك بن سفران يتحرك مع المركز الثالث ليقدم لنا حدث. عبد الله بن مسفر بن سفران المري. ولكن فذة الأمتار الأخيرة الأمتار النهائية ما بين هنا تنطلق وتصل وتتحرك. حدث الحدث الأكبر في هذا المهرجان الكبير الأمتار الأخيرة يا بن سفران. روح مع حدث والقادمة صوغة راشد بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي. ولكن حدث ما بين بن سفران ما بين الاكتبي صوغة وحدث الأمتار الأخيرة أمتار الحدث. يا راعي حدث سلام يا بن سفران. عبد الله بن مسهر بن علي بن سفران المري سلام يا حدث سلام. المركز الثاني وصلت على المركز الثاني صوغة لراشد بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتب. المركز الرابع الثالث كان الوصول مع ثالث الأسماء فذة فهد بن عميران بن بجاش
بن عايض العذبة، بن عايض الفهيدة المري المركز الرابع. كان الوصول مع نيوم لنايف بن مبارك بن يسلم الصيعري المركز الخامس. وصلت على المركز الخامس تاس لمحمد بن مسعود بن بطحان الدفين المري. إذا تهانينا والناموس لمالكي حدث عبد الله بن مسفر بن علي بن سفران المري. التوقيت الزمني 5:51 و37 جزءا من الثواني. صوغة من جاءت على المركز الثاني راشد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي. 5:51 و49 جزءا من الثواني، بينما فذ من جاءت في المركز الثالث لفهد بن عميران بن بجاش بن عايض الفهيدة المري. 5:52 و83 جزءا من الثواني.